Muhterem Prezident, Canap Valileri, hürmetli Ammavi Akhbarat Vasıtaları, Vakilleri, Hanımlar ve Canaplar. فخامة الرئيس أيها ممثلو وسائل الإعلام المحترمين أي السيدات والسادة. أولا باركوخنا وبتكرار مصر ديارد ديليغاتسيامزغا كورساتيلغان سميمي مهمان دوستلوغ اوچون پريزيدنت عبد الفتاح السيسي جنابلارغا ودوست مصر خالقغا چوقور مندادارچيلق إظهار إتامان. قبل كل شيء أعرب عن امتناني العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الصديق على كرم الضيافة لوفدنا في أرض مصر العريقة والجميلة. Biz o'tkazilgan muzokaralar chog'ida amalga oshirilayotgan yangi O'zbekiston va yangi respublika dasturlari bir-biriga xomohang ekanini qat'iy amin bo'ldik va birodarim bilan mana shu masalalar bo'yicha ko'p sohalar bo'yicha ikkita dastur bo'yicha kelishdik va hamkorligimizni bu soha bo'yicha davom ettirishga kelishib oldik. وخلال اجتماعنا مع الفخامة الرئيس كنا مقتنعين تماما بتطابق برنامجي أوزبكستان الجديدة والجمهورية الجديدة الذين يتم تنفيذهم في كلا البلدين واتفقنا أن يكون هناك التعاون والتنسيق الشامل فيما بيننا. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, men bir narsani aytmoqchimanki, biz mana shu prezident janoblari bilan ochiq do'stona va amaliy ruhda muloqotlarimiz davomida aloqalarimizni keng ko'lamli hamkorligimizni hamma tomonlama bo'yicha avvalambor mana shu siyosiy masalalar bo'yicha mana birodarim hozir aytganlaridek Falastin Izroil masalalari bo'yicha mana shu bu qo'shni davlatlar bilan suv to'g'on masalasi bo'yicha albatta bu bizga ham yangi masala emas bizda ham bu masala bo'lgan edi shuning uchun biz juda katta mana shu muloqot bo'lib mana shu masalalar bilan chuqur fikrlarga keldik Rossiya Ukraina bo'yicha ham juda ko'p muloqot qildik va qarashlarimiz yo'nalishlarimiz birligini tasdiqlandi. وخلال حديثنا المفتوح الودي والعمل مع فخامة الرئيس في اجتماعنا ضيق الموثق اتفقنا على رفع علاقاتنا إلى مستوى التعاون واسع النطاق وحيث أن مسائلنا في التعاون السياسي قريبا بعضنا البعض وأيضا مواقفنا من مسألة فلسطين ومسألة نهد صد النهضة وأيضا حول النزاع الروسي الأوكراني أن أفكارنا فيها قريبة عن بعضها البعض. سیاسی، سودای اقتصادی، سرمایه‌ای، ترانسپورت، لوجستیک، مدنی، گومانیتار، خفصزلیگ و کروپسیه خرش کراشش شاخلار ده کوب قرار علاقالارمز کینگیترش مسالارنیم بویچیم کلش والدی. كما اتفقنا أيضا أن نزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات سياسية ولوجستية وأيضا في مجال مكافحة الفساد. تشریف دایرسته گاز کیمیا تکستیل الکتریکی فارماسیوتیکا زرگرلیک کب استقبالی ساحالرده صنعت کپیراتسیاسنی یولگه قویش هر ایک تمان اوچون هم بردک منفعتلی بولوشونی الاحیده قید ایتدیک و اکدنا مره اخرى ان اقامه التعاون صناعی فی المجالات الواعده مثل الغاز والکیمیاویات والمنسوجات والهندسه الكهربائيه والصيدله سيكون مفيدا لكلا الطرفين. Alohida bir narsani aytmoqchiman, mana shu fursatdan foydalanib, misrlik hamkorlarimizga o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirishlari uchun yurtimizda barcha shart-sharoitlarni yaratib berishga tayyor ekanimiz yana bir bor sizlarni oldilaringizda ham shuni aytib o'tmoqchiman. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر مرة أخرى أمامكم لشركائنا المصريين عن استعدادنا لتحية جميع الظروف لهم لتنفيذ مشاريع ذات المنفعة المتبادلة في بلدنا. حرمات الجورناليستلر جهاندagi حاضرگی بقرار و تخلیکالی دورده خلقارا و منطقوی تشکلاتلر جملدن برلشکن ملتلر تشکلات اسلام خمکارلیک تشکلات شنخای خمکارلیک تشکلات که به نفوذلی دزوملر دایرسته بر برمزده فعال قلاب قوتلش عملیاتن بندن کین خم دوام اترش یزستن بس یک دل فکر دمس و شو مسئلر بویچهیم الاخده با تفصیل کلش والده. أعزائي الصحفيين قد أعربنا عن رأينا المماثل بشأن مواصلة تأييد بعضنا البعض بشكل فعال في إطار المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون وذلك في الفترة الحالية غير المستقرة والمحددة في العالم. Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish, afg'on xalqiga xalqaro yordam va ko'mak ko'rsatishni susaytirmaslik muhim ekanini qayd etdik va bir-birovimizni bu masala bo'yicha ham ko'p mana shu yo'nalishlarimiz
to'g'ri ekanligini Afg'oniston masalasi bo'yicha ichki vaziyatni ham juda yaxshi bilishimiz to'g'risida biz mana shu nima choralar qilish kerakligini ham bir kelishib oldik. Bu ham hozirgi vaziyatda juda biz uchun muhim. ولاحظنا أنه أيضا من المهم تحقيق استقرار الوضع في أفغانستان وعدم تقليل المساعدة الدولية إلى الشعب الأفغاني. أننا ناقشنا مع أخي الوضع الداخلي لأفغانستان وأنه لازم يكون الاعتبار لما يتم في داخل في أفغانستان في الوقت الراهن. البتة xalqlarimizning umumiy din, o'xshash urf-odat va qadriyatlar azali do'stlik rishtalarini chambarchas bog'lab turadi. Biz bugun ikki birodar xalq o'rtasidagi mushtarak ma'naviy rishtalarni qayta tiklayapsak, bu ham adolatli haqiqat. Ko'p masalalari bo'yicha biz ilm fan ta'lim mana bugun vazirlarimiz o'tiribdi, juda katta muloqot qildik. Har bir vazirimiz so'zga chiqdilar. Mehmon tomonidan ham bizdikilar ham mana shu 2 kundan beri muloqot olib boryapti. Haqiqatda masalalar ko'p, lekin kelajakda ishlarimiz bardavom bo'lishi uchun ham juda katta asos borligini yana bir marta ko'rdik. ومن المعلوم أن شعبينا مرتبطان بدين واحد وعادات وقيم قريبة وروابط صداقة أزلية. إننا نعيد اليوم هذه الرابطة الروحية المشتركة بين الشعبين الشقيقين. اتفقنا على التعاون في مجالات مثل العلوم والتعليم والتراث التاريخي والثقافي ودراسة مشتركة. أيضا كان هناك أثناء اجتماعنا مداخلات من قبل وزراء من قبل الجانب المصري ونحن أيدنا كل هذه المبادرات والأفكار. Hurmatli prezidentning katta e'tiborini tufayli Misrda yurtimizning tarixi va madaniyati haqida ilmiy va badiiy asarlar, media mahsulotlar yaratilayotgani, ko'rgazma va taqdimotlar o'tkazilayotgani xalqimizga yuksak ehtirom namunasi deb bilamiz va biz bu to'g'risida ham alohida aytdik va oxirgi mana shu 3 yilda bu muhit mutlaqo o'zgarganini, biz bir ikki tomonlama o'zgarganini va kelajakda yana nima qilishimizni kelishib oldik. وأيضا تكلمنا مع فخامة الرئيس أنه بفضل اهتمام شخصي من فخامته هناك نعتبر إبداع في مصر العديد في الأعمال العلمية والفنية وإخراج المنتجات الإعلامية والمعارض والعروض التقديمية حول تاريخ أوزبكستان القديم وثقافته الغنية. كل ذلك نحن نمثلها كمثال الاحترام لتجاه شعبنا. Biz Ahmad Farg'oniy ibratli hayot yo'li va ijodini chuqur o'rganish hamda yoshlarimiz orasida keng targ'ib qilish uchun olimlarimiz do'stlik ilmiy jamiyati faoliyatini yo'lga qo'yish niyatini bildirdik va mana shu masala bo'yicha kelajakda katta ishlar qilishni ham kelishib oldik. وهذا ونذكر بكل احترام اسم مواطننا العظيم أحمد الفرغاني ممثل النهضة الإسلامية الذي وضع قاعدة متينة لتقوية الروابط الأخوية بين شعبينا ونحن اقترحنا أن يكون هناك تأسيس جمعية صداقة باسمه لكي يتم عن طريقه التعاون العلمي في إطار هذه الجمعية. Ayni vaqtda Misrning betakror madaniyati, teatr, kino, ayniqsa maqom san'ati o'zbek xalqi uchun ham yaqindan tanish va qadrlidir. Biz yurtimizga Misr shoir va adiblari, san'atkorlarining ijodiy safarlari kutib qolamiz. وفي الوقت نفسه فإن الثقافة الفريدة لمصر والمسرح والسينما وفن الغناء معروف بالمقام قيم لدى الشعب الأوزبكي ونحن في انتظار الجولات الإبداعية لشعراء وكتاب الفنانين المصريين إلى بلادنا. Mushtarak ildizlardan kuch-quvvat olayotgan uzoq muddatli aloqalarimiz kelgusida ham xalqlarimiz orzu-intilishlariga bugun oldimizga qo'ygan katta-katta rejalarimizga mos ravishda yangi marralarni ko'tarishga kelishib oldik. اتفقنا على أن علاقتنا طويلة الأمد التي تستمد قوتها من الجذور المشتركة سترتفع إلى آفاق جديدة وفقا لطموحات شعبينا والخطط الكبيرة في وضعناها أمامنا اليوم. So'zimning yakunida jahon sivilizatsiyasi qadimiy beshiklardan biri bo'lgan, bugun esa kelajakka dadil intilayotgan yangicha ruh va nafas bilan yashayotgan bebaho yurtingizga qut baraka, ravnaq va farovonlik tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. وفي النهاية أتمنى لبلدكم التي تعتبر من المهود القديمة للحضارة العالمية وتنطلق اليوم قدما إلى المستقبل وتعيش بروح ونفس جديدين أن أتمنى لها الخير والبركة ودوام التقدم والرقي وشكرا على اهتمامكم.